شهد مستشفى الحميات بمدينة المحلة الكبرى التابع لمديرية الصحة بالغربية مؤخرا أعمال تطوير شملت كافة جوانب المستشفى من بنية تحتية وأجهزة طبية، ما يضمن تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع. يرجع إنشاء مستشفى حميات المحلة إلى عهد الملك فاروق الأول، وهو ثاني أكبر مستشفى حميات على مستوى مصر، ويضم كافة التخصصات الطبية. في ظل اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصحي، شهد مستشفى الحميات بمدينة المحلة الكبرى التابع لمديرية الصحة بالغربية، شهد مؤخرا أعمال تطوير شملت كافة جوانب المستشفى من بنية تحتية وأجهزة طبية، مما يضمن تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع. رئيس الهيئة التمريضية بالمستشفى الدكتور محمد زكي قال إن مستشفى حميات المحلة شهد مؤخرا أعمال تطوير بأكثر من 104 ملايين جنيه، وهذا التطوير شامل من حيث البنية التحتية والأجهزة الطبية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الخدمات الصحية بأفضل صورة ممكنة للمواطنين. تعتبر من أكبر المستشفيات النوعية الموجودة في جمهورية مصر العربية. إحنا على مدى 24 ساعة بنقدم خدمة للمريض. قيمة التذكرة هي 1 جنيه، يعني قيمة التذكرة فقط هي 1 جنيه في صرف علاج. إحنا عندنا وحدة الأسنان فيها وحدة تشخيصية وبتقدم كل الخدمات بقى، سواء كانت خلع أو زراعة أسنان أو أي حاجة بالنسبة خاصة بالأسنان. العيادات الخارجية عندنا عيادات بطنة، عيادات متوطنة، عيادات غسيل كلى، عيادات أطفال، عندنا استقبال وطوارئ، عندنا مرضى غسيل كلى، عندنا وحدة غسيل كلى خاصة بفيروس سي و HIV اللي نقص المناعة الإيدز، عندنا عناية مركزة فيها عناية مركزة للكبار وعناية مركزة للأطفال. مستشفى حميات المحلة يرجع إنشاؤه إلى عهد الملك فاروق الأول، وهو ثاني أكبر مستشفى حميات على مستوى الجمهورية، ويضم كافة التخصصات الطبية من عيادات أسنان وأشعة مقطعية وغسيل كلوي وعناية مركزة للكبار والأطفال، وبه 116 سريرا منها 16 سرير عناية. المواطنون عبروا عن سعادتهم بالتطوير الذي شهده مستشفى حميات المحلة وتوفير الخدمات الصحية لهم بصورة متميزة وأسعار رمزية، حيث إن سعر التذكرة جنيه واحد.